لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. براديسكو يستعد اسكو با 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 يا له من جول. اسكو فنان, اسكو رائع, اسكو بارع, اسكو ماهر, حتى في الزاوية خلى الحارس اونسن يتفرج ويلتقط صورة والعروق. باي 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 بدل الكرة للتسديد, بوم, حطالك في الزاوية اليسرى وجول. الارض ارض من هنالك من جاريت بيل. الصواريخ معروف عن الصاروخ, انطلق الصاروخ, سدد الصاروخ, تمرير الاروع من هنالك من لوكا مودريتش. لمسة واحدة, كرة واحدة, انطلاقة واحدة. المجموعة اللي فيها سياسكا موسكو بليزن, الكرة عن طريق دياز. بابا بابا دياز ببراعة وبروعة يسجل جول, يسجل أول أهدافه في دوري الأبطال. وأي هدف بأي شكل وبأي طريقة, لن ينسى هذه الكيفية التي سجل بها دياز, بكيفية رائعة جدا استلمها وحطها في الزاوية البعيدة. روبن أولسن لم يشاهد شيء. يا دياز ماذا فعلت؟